اهلا بيكم في حلقه جديده من تيك توك. مكملين معاكم النهارده برضو بقيه الاحداث اللي اتكلمنا فيها عن الارهاب في الاسبوع اللي فات. والنهارده بقى بمناسبه الاحداث الارهابيه الاخيره، خصوصا اللي كان فيها انتحاريين بيفجروا نفسهم في وسط الناس، زي مثلا حوادث الكنيسه البطرسيه وكاتدرائيه وغيرهم. ناس كتير محتاره ازاي واحد زي ده ممكن يتغسل مخه لدرجه انه يروح يفجر نفسه في وسط الناس. يا ترى في طرق معينه بيغسلوا بيها مخ الناس دي؟ والسؤال الأهم، ليه الشباب أساساً بينضموا لجماعات إرهابية؟ وإيه اللي بيحول شاب عادي لشاب متطرف فكرياً وبعدين يتحول إلى تطرف عنيف ثم إرهاب؟ كل دي أسئلة كتير محتاجة أننا نخوض شوية في بعض الأبحاث والدراسات اللي يمكن محدش تناولها في الإعلام، لكن بما أننا برنامج علمي هنحاول نجاوب على الأسئلة دي، يمكن نعرف نساعد بأي خطوة في فهم الظاهرة دي بشكل علمي. مبدئيا، هو ليه ناس كتير بتتحول لإرهابيين بسهولة، وبالذات من طلبة الجامعات، وبالذات من الشهادات العليا، وبالذات كمان طلبة الهندسة والطب والكليات العملية؟ وقبل ما تفكر ان الكلام اللي بقوله ده خزعبلات، خلينا اديلك امثلة ونفكر مع بعض. من بداية حقبة الإرهاب في مصر وفترة السبعينات، ظهرت قيادات لجماعات متطرفة زي التكفير والهجرة اللي أسسها مثلا شكري مصطفى سنة 1969. الراجل ده كان مهندس زراعي بالمناسبة، وكان عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين. خد عندك كمان تنظيم الفنية العسكرية اللي أسسه الأردني من أصل فلسطيني صالح سرية، واللي كان معاه دكتوراه في التربية، ده غير أعضاء التنظيم اللي كان أغلبهم طب وهندسة. عندك كمان محمد عبد السلام فرج، مؤسس تنظيم الجهاد وصاحب السطور الأولى في اغتيال الرئيس السادات. ومحمد عبد السلام فرج كان مهندس خريج جامعة القاهرة ومؤلف كتاب الفريضة الغائبة، يقصد بالفريضة الغائبة الجهاد يعني. عندك كمان الجماعة الإسلامية واللي نشأت أساساً في السبعينات في الجامعات المصرية، يعني أغلبهم تعليم عالي، وكان منهم أيمن الظواهري وهو دكتور بشري أساساً، وطبعاً أنت عارف أنه خليفة بن لادن دلوقتي. للأسف لو دورت في تاريخ الجماعات المتأسلمة وعلى رأسها الإخوان المسلمين، هتلاقي الغالبية متعلمين تعليم عالي وبعضهم مع ماجستير ودكتوراه. وهنا سؤال تاني هنحاول نجاوب عليه، يا ترى نوع التعليم بيفرق في طريقة التفكير؟ وليه الناس دي مع ان معاها شهادات علميه الا انهم انضموا لجماعات متطرفه وارهابيه ومصدقين في كل الافكار المتعفنه اللي بتروجها لجماعات دي، اذا ما كانش اساسا منهم منظرين في الجماعات دي وقيادات مهمه جدا؟ خد مثلا ابو مصعب السوري، ده مهندس ميكانيكا اساسا، واحد من المنظرين الكبار في الجهاد الفردي ومستقبل السلفيه الجهاديه، ومؤلف كتاب دعوه المقاومه الاسلاميه العالميه، والكتاب حوالي 1600 صفحة مليانين بالأفكار اللي تعتبر مرجع للجماعات المتطرفة حتى داعش. أبو مصعب السوري أساساً كان عضو في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا ومتأثر بأفكار سيد قطب، لكنه انشق عنهم بعد كده. أبو مصعب السوري شخصية فارقة في الفكر الجهادي، لأنه واحد من منظرين استخدام تكنولوجيا المعلومات في نشر الأفكار الجهادية واستقطاب الجهاديين، وكمان تنبأ بانهيار تنظيم القاعدة وظهور الجيل الثالث من الجهاديين اللي مش هيكون محتاج قيادة عشان يشتغل، أو بمعنى آخر الذئاب المنفردة. ويمكن زي ما أنت شايف أبلغ مثال على كلامه الخلايا الإرهابية اللي كل شوية بتظهر من غير ما يكون لها علاقة مباشرة بتنظيم إرهابي بعينه. للأسف الناس اللي ليها مرجعية تعليمية متخصصة زي الهندسة والطب ومنخرطين في الإرهاب موجودين في كل حتة، حتى في آسيا وأوروبا. عندك إيران مثلا والجماعات التابعة ليها زي حزب الله، عندهم عدد كبير جدا من المهندسين في صفوفهم وليهم دور مهم في العمليات الإرهابية، خصوصا تطوير الأسلحة والمتفجرات وتطوير البنية التحتية للاتصالات. العلاقة بين مستوى التعليم والإرهاب خلت باحثين كتير جدا يفكروا، هو في علاقة فعلا بين الناس اللي بتدرس في كليات العملية زي الهندسة والطب والفكر المتطرف واللي ممكن في النهاية يتحولوا لإرهابيين؟ يا ترى الموضوع ليه علاقة بالدراسة وطريقة التعليم، ولا البيئة الاجتماعية، ولا التربية في البيت والمدرسة، ولا أسباب تانية؟ خلونا الأول نبدأ بالتعليم. يا ترى في علاقة بين التعليم والفكر المتطرف؟ في الحقيقة في أبحاث كتير اتعملت على الموضوع ده، لكن الدراسات الاجتماعية في الناحية دي مش كتير للأسف. ده مثلا بحث معمول من باحثين في جامعة أكسفورد، عبارة عن دراسة اجتماعية على حوالي 404 واحد منتمي لجماعات متطرفة. الدراسة بتثبت أن عدد المهندسين المنخرطين في الجماعات الإرهابية أكبر من عدد اللي معاهم مؤهلات تانية. في العينة اللي شملتها الدراسة، المهندسين جايين في المركز الأول بنسبة 44%، ونسبة الناس اللي متعلمة تعليم عالي في عينة البحث ومنهم كليات قمة زي الطب والهندسة نسبتهم حوالي 56%. لو بصينا كمان على الإحصائيات اللي في الدراسة، هنلاقي تخصصات الهندسة هي الإلكترونيات والميكانيكا، ولا عجب إن الإرهابيين متطورين في استخدام التكنولوجيا.
لو بصيت بقى على كتير من النشرات الإلكترونية بتاعتهم هتلاقيهم بيطلبوا مهندسين متخصصين في الكمبيوتر والتكنولوجيا. طبعا كلام الباحثين مش معناه ان المهندسين إرهابيين ولا حتى الدكاترة. البحث بيحاول يلاقي علاقة بين اللي منخرطين فعليا في جامعات متطرفة حتى لو ما مارسش العنف، ودرجة التعليم ونوعه، وليه اغلبهم من الكليات العملية زي الهندسة والطب. ويمكن ده بيفكرني بسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على نقابة المهندسين لفترة كبيرة فضلت فيها النقابة تحت الحراسة، والناس طبعا عارفة بقية القصة. الباحثين بيقولوا ان السبب ممكن يكون العقلية اللي ليها علاقة بأسلوب الدراسة. من سن المراهقة مثلا في ثانوي لحد الجامعة، الفترة دي كل اللي بيدرسوا في الكليات العملية بالذات الطب والهندسة بيبقوا مقضين اغلب وقتهم في المذاكرة ولاغي العقل النقدي تقريبا. في الغالب نسبة كبيرة منهم بتلجأ للحفظ علشان يجيب تقدير، وبالتالي دماغه بتاخد على الإجابات المقولبة واللي مش معتمدة على إبداع على قد ما هي معتمدة على إجابات من نوعية هي كده احفظها كده. طبعا أنا بتكلم على المهندسين والأطباء وغيرهم اللي بيتخرجوا من التعليم التقليدي اللي ما فيش فيه أي نوع من أنواع التفكير النقدي أو الإبداع، وده للأسف اللي موجود في أغلب جامعاتنا. تخيل أنت واحد بقى لغي تفكيره النقدي لمدة 5 أو 7 سنين دراسة، تفتكر هيبقى عامل إزاي؟ عمره هيقتنع ابدا بكلام محتاج يشغل عقليته النقديه عشان يفهم. طبعا ما ينفعش تعمم طبعا في الدراسه على الاطلاق، لكن طبعا نسبه كبيره منهم بالمنظر ده. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل القصه. اهلا بيكم. الموضوع مش بس واقف على التطرف الديني، علشان برضو الباحثين في البحث اللي اتكلمنا عليه قبل الفاصل بيقولوا ان اي تطرف يميني بالذات ممكن بسهوله يجذب المهندسين، وفي امثله كتير زي المهندسين الايطاليين اللي انضموا للفاشيه تحت قياده موسوليني، وحتى النازية جذبت برضو مهندسين كتير وعلى رأسهم فريد ستود مهندس الرايخ الثالث. ودي برضو من الفروقات العجيبة اللي كان فيها تطور تكنولوجي متسارع بقيادة المهندسين لدعم أفكار راجعية أو أيديولوجيات متطرفة. والحتة دي فيها كلام كتير ممكن نقعد نتكلم فيه حلقات عن علاقة التعليم بالتطرف سواء يميني أو يساري، لكن اللي يهمنا النهاردة التطرف اليميني أو التطرف اللي مصبوغ بأفكار أو أيديولوجيات دينية متطرفة. أكيد مش بس التعليم لوحده هو العامل الأساسي في موضوع الاتجاه للفكر المتطرف، لكن على الأقل هو واحد من العوامل. اللي قلته من شوية محاولة لتفسير علاقة الفكر المتطرف بنوع معين من التعليم. طبعا مش كل واحد عنده فكر يميني أو حتى متطرف ممكن يقتل أو يفجر نفسه أو يستخدم سلاح ضد أي حد، عشان دي مرحلة تانية من مراحل تطور الفكر المتطرف. بالرغم من أن التعليم مهم طبعا في محاربة الإرهاب، لكن مش بالضرورة المستوى العالي من التعليم يساوي عدم وجود أفكار متطرفة زي ما شفت أغلب الإرهابيين متعلمين وتعليم عالي كمان. أنا مؤمن أن التعليم سلاح ذو حدين، يعني ممكن نستخدمه علشان نغير الفكر المتطرف، وممكن في نفس الوقت يستغل لزيادة الفكر المتطرف، وده يخليني بقى استحضر المدارس اللي ساهمت في تأسيسها ونشرها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، واللي كانت معتمدة على تدريس الفكر المتطرف والتدريب على القتال، وده خلق بقى جيل من الإرهابيين فرخولنا مجموعات تانية أكثر تشدداً منهم بعد انهيار طالبان. التعليم بقى المنفتح اللي معتمد على التفكير النقدي والإبداع هو سلاح فعال لمحاربة الأفكار دي، مش التعليم بتاعه هو كده وخلاص، أو تعليم احفظ وينجح وبعدين انسى. حتى في الفترة الأخيرة في وجود الخلايا الإخوانية والخلايا الإرهابية المتعاونة والمتعاطفة معاهم على شبكات التواصل الاجتماعي، هتلاقي أغلب المنخرطين في الأعمال دي متعلمين، خصوصا بقى اللي بيديروا الموضوع على الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. واحدة من القضايا المهمة اللي وزارة الداخلية قدرت توصل لها كانت حركة ثوار بني سويف اللي كان ورا كتير من الاضطرابات في المحافظة، واستهدفوا عدد من ضباط الشرطة وأفراد الشرطة. وزارة الداخلية قدرت توصل رقم الاي بي بتاع الجهاز اللي بيستخدمه اللي بيدير الصفحة، وعن طريق التواصل مع شركة الاتصالات اللي تابع ليها الاي بي اتضح انه تابع رقم تليفون من شركة اتصالات ومتسجل باسم واحد اسمه الامير في الحي السادس في 6 اكتوبر. لكن ادارة المعلومات والتوثيق قدرت توصل للشخص اللي بيستخدم الخط، وطلعت بقى ايه بنت اسمها اسراء خالد محمد سعيد. المفاجأة بقى إنها في سنة تالتة في المعهد العالي للهندسة في مدينة الثقافة والعلوم، ومحل إقامتها بني سويف، وبالفعل تم القبض عليها. تاني رجعنا للهندسة، وجود كتير من الناس اللي منتمين للأفكار دي في صفوف اللي بيدرسوا الهندسة والطب. لكن يا ترى في عوامل تانية غير التعليم ممكن تزود من احتمال تحول شخص للفكر المتطرف ومنه للعنف والإرهاب؟ في ناس كتير بتقول الحالة الاقتصادية والفقر، لكن في الحقيقة أغلب الدراسات الاجتماعية اللي اتعملت على الإرهاب ما لقيتش أي علاقة مباشرة بين الفقر والإرهاب، يعني مش بالضرورة انتشار الفقر ممكن يكون بيئة خصبة للإرهاب. والدليل إن أغلب القيادات الإرهابية والضالعين في الإرهاب من عائلات متيسرة أو حالتهم المادية كويسة.
الأمثلة كتير جدا طبعا على الكلام اللي بنقوله، لكن فاكرين مثلا الشاب إسلام يكن المصري اللي انضم لداعش وكان بيدرس في مدرسة لغات ومن عيلة كويسة؟ تعال نفتكر مع بعض. قال الله عز وجل: تعالوا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وهي ديارهم الله عز وجل جعلها غنيمة لنا بفضل الله عز وجل. تفتكر إيه اللي يخلي شاب زي ده يعمل كده؟ أكيد مش الفقر، لكن تفتكر إيه تاني؟ خليكم معانا بعد الفاصل هنعرف إيه تاني ممكن يخلي واحد يعمل كده. أهلا بيكم. في حالة زي حالة الشاب إسلام يكن، في بقى دكاترة قالوا يمكن تكون الحالة النفسية هي السبب، يعني الاضطرابات النفسية ممكن تكون صفة مشتركة بين أغلب الإرهابيين. لكن في الحقيقة مفيش أبحاث علمية بتأكد الموضوع ده، ومفيش لينك مباشر بين المرض النفسي والإرهاب، وده اللي أكده كمان واحد من أشهر المتخصصين النفسيين في الإرهاب، وهو اللورد إلدر دايس اللي درس سيكولوجية الإرهابيين لأكتر من 30 سنة. لورد إلدر دايس بيقول: على الرغم من أن في اعتقاد سائد أن الاضطرابات النفسية بتكون سبب في الإرهاب والانخراط في أعمال عنف، لكن ده مش حقيقي، لأن الشخص المضطرب نفسياً لو فرض يعني أنه موجود في وسط إرهابيين فهو خطر أساساً على المجموعة الإرهابية. ومن واقع دراسته على الإرهابيين ما لقاش أي إحصائيات تأكد أن في علاقة بين الخلل النفسي أو الخلل العقلي والإرهاب. لورد إلدر دايس بيقول كمان أن الإرهاب مش موضوع فردي زي ما ناس كتير متخيلة، زي مثلا ان واحد يروح يفجر نفسه او يقتل ناس عادي كده لوحده من غير اي مقدمات، لكن ده بقى فعل ليه علاقة بتأثير الجماعة او جروب اكتر منه شيء فردي. تأثير الجماعة او جروب ده بيأثر في الغالب في الناس اللي عندهم اضطرابات اجتماعية، اما المشكلات النفسية او العقلية دي ممكن ما تظهرش بشكل كبير بعد الانخراط في الارهاب مش قبله، بسبب تعرض الشخص لاعمال عنف او قتل او غيره ممكن يجيله خلل عقلي. يبقى الخلل العقلي أو المشاكل النفسية مش سبب رئيسي إن الشخص يتحول لمتطرف أو إرهابي، لكن برضو استفدنا حاجة مهمة وهي التأثير النفسي الاجتماعي. طب خلونا بقى نمسك السمات الشخصية للفرد الأول وبعدين نروح لتأثير النفسي للجماعة أو السوسيو سايكولوجيكال إفكت اللي هو التأثير الاجتماعي النفسي على الشخص. البحث عن الذات والناس اللي بتدور على هوية مش لاقيها في المجتمع أو حتى في الأسرة موضوع مهم جداً. خلونا نشوف مثلاً حتة تانية من حياة إسلام. اللي هو نفسه يشتغل ويسافر بره ويقضيها ويصاحب واحدة جامدة وكده يعني. هو ما كانش في المدرسة ما كانش خالص في موضوع البنان ده. بعد الجيم وكده نقول مثلا في الجامعة ابتدت الحوار ده، عارف بنات وبتاع يعني، كانت ماشية معاه كويس يعني. في دراسات كتير بتأكد إن الشباب الصغير اللي بيدور في دماغه على فكرة أنا مين، خصوصاً اللي بيبقى تايه في فترة المراهقة وما عندوش قدوة أو هدف محدد ومش لاقي معنى لحياته، في الفترة دي بقى تأثير المجموعة أو الأصدقاء هو الخطر الأكبر على تكوين عقل الشخص. جايز تأثير الشاب إسلام بوفاة صديقه ومشاكل تانية اجتماعية كتير كانت السبب. خلونا نشوف جزء تاني. ونطيل المحزقة والحاجات المفتوحة والصدر الباين والشعر النازل والحاجات حاجات كتير. للأسف هي دي الثغرة اللي بتستغلها الجامعات المتطرفة علشان يصطادوا النوعية دي من الشباب المضطرب اجتماعيا، وساعتها بيحسسوه بالمجتمع اللي هو مفتقده والجماعة اللي هو محتاجها، وإننا بقى كلنا أسرة واحدة ودايما جنبك وعندنا كل اللي هيحسسك بنفسك، وفي نفس الوقت بقى يحطوله السم في العسل زي بقى إيه تكفير المجتمع وإن في حاجات كتير غلط حواليك أنت لازم تصلحها، ده غير إن حتى أقرب الناس ليك ممكن يكونوا مش على الإسلام الصحيح. واحدة واحدة هتلاقي الشخص دماغه اختلفت وراحت ناحية التطرف. شوف المشهد ده من فيلم سوريانا وإنت هتعرف قصدي. سيحاولون طمس الاختلاف حتى يجعلوا المسلمين الذين يتحدثون في الدين يبدون كالمتعصبين أو المتخلفين. سيقولوا لنا أن الخلاف هو خلاف على الموارد الاقتصادية أو الهيمنة العسكرية، ولو صدقنا ذلك سوف نصبح لعبة في أيديهم، وعندها لا نلومن إلا أنفسنا. ولا يمكن أبدا سد الفجوة بين الطبيعة البشرية والحياة الحديثة عن طريق التجارة الحرة، لا يمكن. ألام الحياة العصرية لا تعالج بإلغاء القوانين أو الخصخصة أو الانفتاح أو خفض الضرائب، ولا يمكن أن نقضي على ألام العيش في العالم الحديث عن طريق المجتمع الليبرالي، لا يمكن. والدليل على ذلك سقوط المجتمعات الليبرالية، سقوط اللاهوت المسيحي، سقوط الغرب.
ده نوع من أنواع غسيل المخ، وده للأسف الجماعات المتطرفة شاطرين فيه جداً لأنهم بيلعبوا على الحاجات النفسية والاجتماعية ببراعة. وبالمناسبة بقى كلهم كده، من أول جماعة الإخوان لحد السلفيين والجهادين وداعش. مرة تانية، الاحتياج النفسي والاجتماعي مهم، والبحث عن الذات والهوية إضافة للأشخاص اللي عايشين بقى شيزوفرينيا اجتماعية ما بين مجتمع بقى بيدعي التدين وفي نفس الوقت شايف حواليه حاجات غلط من وجهة نظره، أو على سبيل المثال بيدرس في مدارس لغات وفي نفس الوقت بيلاقي أهله في البيت أو صحابه اللي في المدرسة التانية بيقولوله حلال وحرام، ودي كلها بقى بتعمل بلبلة في الهوية ونقط ضعف مهمة بتستغلها الجماعات المتطرفة. بعض الناس، مش كلهم طبعا عشان ما عممش، معرضين للانضمام لجماعات متطرفة أو عندهم البلبلة الاجتماعية وعدم وضوح الهوية. وأنا قلت البعض لأن في بعض الناس مش بالضرورة يعملوا كده، ممكن يتجهوا للمخدرات أو أي خلل تاني. خلونا ناخد مثال تاني من أمريكا لشاب اسمه ريتشارد ريد. ده معروف بأنه الإرهابي اللي حاول يفجر طيارة بالحذاء، كان لابس حذاء ناسف بس الحذاء ما انفجرش واتقبض عليه. ده كان عنده بقى مشاكل نفسية واجتماعية كتير جدا من صغره. أبوه مثلا كان مسجون طول فترة طفولته وأمه انفصلت عنه. ريتشارد اتحبس نفسه أكتر من مرة وهو صغير، وكان حاسس أنه حياته ضايعة ومش لاقي نفسه. المثير بقى أنه اعتنق الإسلام في السجن وانخرط مع جماعات إسلامية في أمريكا، وكان دايماً موجود في المراكز الإسلامية والجوامع، ودي كانت فرصة تتشكل فكرته الغلط عن الإسلام. ريتشارد دور لنفسه على حياة في دين هو مش فاهمه كويس. بعد كده سافر ريتشارد لباكستان وانضم لتنظيم القاعدة، ثم تحول إلى إرهابي ودلوقتي بيقضي عقوبة السجن مدى الحياة. كتير بقى من الدكاترة النفسيين اللي بيدرسوا سيكولوجية المجرمين بيأكدوا إن حتى بعد 10 سنين من السجن للراجل ده أفكاره لسه هي هي. هنا بقى الدور الاجتماعي النفسي واضح في قصة ريتشارد ريد، واللي لعب عليها المتطرفين اللي بيصطادوا النوعية دي من الشباب بشكل كبير جدا، علشان التأثير النفسي الاجتماعي للانخراط بقى جوه مجموعة بسبب الاضطرابات الاجتماعية النفسية أو العامل الأكثر تأثيرا في تجنيد الشباب. بصراحة ومن غير ما نخبي راسنا في الرمل، إيه اللي الأسرة والأهل عملوه للشباب اللي بيضيع بالشكل ده؟ إيه اللي المدرسة قدمته؟ بالعكس، أنت ممكن تلاقي مدرسين أكثر تعصباً من مشايخ السلفية. وإيه بقى اللي الدولة وفرته كقدوة اجتماعية بدل ما تسيب الشباب ده فريسة للشيوخ المتطرفين، والحكومة بقى سايباهم عادي على عينك يا تاجر؟ ده غير المساجد اللي مفيش عليها أي سيطرة، ولا وزارة الشباب اللي ملاش أي شغلانة مفهومة في ظل الشيزوفرينيا الاجتماعية اللي الشباب عايشها حالياً. في دور اجتماعي نفسي مفقود، وهو ده الخطر اللي بيفرخ لنا إرهابيين كل يوم. كل ده بقى كوم، والرسالة الإعلامية اللي بتلعب عليها الناس دي كوم تاني خالص، وده موضوعنا الحلقة اللي جاية. استنونا في حلقة جديدة على تيك توك على القاهرة والناس.